الفل والياسمين على كل بنات وستات مصر والوطن العربي. يوم جديد وحلقه جديده، واحلى الكلام دايما بيكون كلام البنات على تين تي في. النهارده عندنا فقرات كتير جدا، هنسمع كوكتيل من نوع خاص جدا ما بين المزمار وما بين الكمان، هنسمعه من فرقه اطفال موهوبين في كل حاجه في كل حركاتهم، وهي فرقه معهد سلالم اللي قاعدين معايا. طبعا برحب بيكو وبرحب بحضرتك المايسترو محمد هشام المدير التنفيذي لمعهد سلالم. برحب بيكو، هنبدا وهنسمع ونعمل كل حاجة، لكن خلوني أكمل فقرات وأرجع لكم مرة تانية. عندنا فقرة كمان مهمة جدا عن الموضة والجمال، وهنعرف إجابة بقى السؤال كلنا بنسأله على دخول الكريسماس وعلى النيو يير، هنلبس إيه؟ هلبس إيه يوم رأس السنة أو الكريسماس؟ ده السؤال هيجاوب عليه معانا الفاشن ديزاينر أحمد شوقي اللي هيعرفنا بقى الجديد في موضة رأس السنة دي، سواء بقى في اللون، في الخامة، في الموديل. يمكن كلنا دايما مرتبط عندنا رأس السنة والكريسماس باللون الأحمر أو الأسود. فقرة مهمة جدا، وتليفوناتنا كمان هتكون مفتوحة، أي سؤال عايزين تسألوه للفاشن ديزاينر اللي هيكون منورنا هنكون موجودين مع حضراتكم. كمان موضوع مهم جدا هنتكلم عنه، وهنعرف من ضيوفي ازاي المصريين يحافظوا على وزنهم وعلى لياقتهم البدنية بطريقة بسيطة جدا. كمان هتكلم عن أهمية توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مادة التربية الرياضية تبقى مادة أساسية في كل سنوات التعليم الأساسي. فقراتنا إن شاء الله النهاردة يا رب تعجبكم. خلوني أبدأ بأخباري، هنبدأها من الغردقة من مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، واللي اختتم فعالياته امبارح بعدد كبير جدا من التوصيات. المؤتمر زي ما تابعناه نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 12 جلسة نقاشية حضرها العملاء اللي شاركوا في العلماء اللي شاركوا في المؤتمر ده، بالاشتراك طبعا مع مسؤولين من الوزارات والأجهزة المعنية بالعملية التعليمية وتطويرها والنهوض بيها طبعا. وخليني أقول لكم أن زميلنا حسام في يعني مقدم برنامج صباح الورد كان من ضمن المشاركين في هذا المؤتمر، وكان بيدير إحدى الجلسات، وكانت من الجلسات الحقيقة المحترمة جدا. طيب خليني أقول لكم أن من اللقطات المبهجة جدا كانت في مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم مشاركة ممثلين عن ذوي الاحتياجات أو القدرات الخاصة في الجلسات، واتكلموا عن الصعوبات اللي بتواجههم في المجتمع وفي الجامعات وفي الدراسة. والجميل بقى ان هم فيهم ثلاث بنات قدموا فقرات غنائية حلوة قوي، غنوا اغنية وقف الخلق واغنية البنات البنات. تعالوا نشوف ونسمع جزء منها ونرجع لكم مرة تانية. عدى المرد وحدي وبنات الاهرام في سالف الدهر كفى بجد. الله يعني ما شاء الله، الله أكبر عليكم بنات زي الفل وزي الورد، ويعني صوتهم بجد جميل جدا. طيب خلونا دلوقتي هروح في واقعة غريبة هي وطريفة في نفس الوقت. بنت عرضت خطيبها السابق يعني للبيع على واحد من مواقع البيع والشراء، حطت صورته وكتبت عليها My Ex for Sale. كتبت بقى مميزاته: جدع، حنين، طيب، ما بيفوتش يا ما بيخونش خالص غير لما بيبقى هو عايز يسيبك، هيخاف عليكي وهينسيكي الدنيا. عيوبه ان هو هينسيكي كل المميزات اللي انا قلتها دي تماما، وهيضحك عليكي، وكل مره بيضحك لك بيضحك لك فيها او بيضحك عليكي او بيكذب عليكي بيرجع يصالحك وانتي بتوافقي ان انت ترجعي، لان هو ساحر جدا. واضح ان البنت يعني عملت كده بسبب الخيانه، بسبب يعني اكيد ان هو يعني ما كانش كويس معاه. بس خلينا نقول ان السلوك ده مرفوض تماما، ان انت او انت تشهري باي انسان ده مرفوض تماما.
ده يمكن اللي احنا قلنا الموضوع ده ليه؟ علشان نعرفكم ان يبقى في يعني لما نختلف باحترام ما بين واحد وخطيبته، سيبنا بعض باحترام، اتنين واحد وجوزها واحد ومراته سابوا بعض، ينفصلوا بهدوء، ينفصلوا باحترام، هو بيقعد يشوهها وهي بتقعد تشوهه، خصوصا لو كمان في ولاد، هي بتقعد تقول له باباك عمل وسوى وكذا 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 وهو كذلك، ده مرفوض. ليه ما يبقاش عندنا ثقافة ان احنا نختلف، او ان احنا خلاص ما فيش نصيب ما بيننا، نبعد عن بعض بهدوء وباحترام من غير ما نقعد نجرح في بعض. فيعني ده حاجة بصراحة كانت غير مقبولة بالمرة. يعني نبدأ بقى بالألحان والحاجات الجميلة والعزف الجميل الحقيقة للدمج زي ما قلت لكم في البداية ما بين الكمان وما بين المزمار وما بين كمان الطبل البلدي. وزي ما قلت لكم ان هم العازفين كمان صغيرين جدا، في منهم أطفال صغيرين جدا. مش عايزة أقعد أتكلم كتير قد ما أنا عايزة أسمع، وخلوني أرحب كمان بالفرقة الجميلة، أهلا بيكم منورينا في كلام البنات، والمايسترو محمد هشام المدير التنفيذي لمعهد سلالم، أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك، أخبارك إيه؟ تمام الحمد. أنا عايزة أقول لك إن إحنا قبل ما نبدأ الحلقة طبعا إحنا سامعين عزف رائع، القناة كلها الحقيقة جت على العزف الجميل. هما ما بيصدقوا كمان لا هما هيلين ودمهم خفيف، يعني مبهجين، بيأدوا كمان، يعني مش بيأدوا خلاص، لا هما بيأدوا كمان بالحركة. بالظبط، حابين الموضوع جدا وعندهم حلم هقوله لحضرتك دلوقتي. طيب خليني اعرف الناس اكتر اللي ما يعرفوش معهد سلالم، عرف الناس بايه؟ ايه هو معهد سلالم؟ والله هو المعهد بيشرف عليه مساعد مايسترو سليم سحاب. اوكي. والمعهد بيقدم انشطه فنيه مختلفه، بيقدم الموسيقى بكل انواعها، الغنى، الرسم، الجمباز، الباليه، كل انواع الفنون اللي ممكن تكون موجوده المعهد بيقدمها. الفكره ان المعهد ليه هدف معين، عايز يوصل لحاجه معينه. الولاد دول من ساعه ما جم اكدوا لنا ان الهدف اللي احنا بنسعى وراه ان هو ممكن يتحقق في اي وقت، الهدف دوت او حلمهم اللي انا بقول لحضرتك عليه ان هم نفسهم يحاربوا اغاني المهرجانات والموسيقى الشعبيه والكلام ده. بجد عايز اقول لحضرتك ده دول، يعني انا عايز اقول لك ان السن بتاع المهرجانات هو ده سنهم. لا انا عايز اقول لحضرتك يعني السن ده هم اللي بيحبوا اغاني المهرجانات. لا بالعكس، دول هم نفسهم يحاربوا الناس دي كمان بقى، الموضوع مش بالنسبه لهم في كده، ويعرفوا الناس ان احنا عندنا ثقافه مصريه او ثقافه شرقيه، والموسيقى العربيه عموما طبعا، الموسيقى بتاعتنا والتراث القديم المعروف واللي احنا طبعا بنسمعه واللي هنسمع منه جزء النهارده. عايزين يعرفوا الناس ان هو ده الاساس بتاعنا، وان طبعا الجزء اللي ظهر في الفتره الاخيره والقرون الاخيره طبعا يعني كلام كله يعني ما يتسمعش الصراحه. بجد انا اللي بحييكوا بجد ان انتوا عايزين تحاربوا هذه الاغاني، يعني وفي اغاني كتير جدا او تقريبا كلها هي اغاني بجد مبتذله. هم عايزين يعزفوا مع عمر خيرت كمان، فان شاء الله يعني ده اليوم طموحات كبيره الصراحه. يعني هايلين. السن شايفه فيه سن صغير جدا وفي اعمار متفاوته، فكلمني عن السن، بتقبله من قد ايه؟ طبعا موضوع السن يعني بيختلف في الانشطه، يعني مثلا حاجه زي الباليه والجمباز ممكن يتاخد فيها من سن 3 سنين، لان السن الصغير طبعا بيبقى فيه حته الليونه في العضلات والكلام دوت، فبتبقى سهله قوي بالنسبه للمدربين بتوع الباليه والجمباز. انما لكن العزف بقى، العزف والموسيقى والكلام دوت بيبقى من سن ممكن مثلا 4 سنين، بس شرط ان هو يتعمل تيست في الاول، يتشاف فيه هل في قدره على يعني الكمانجه بالذات ممكن مثلا. بس اقول لك سهل ان هي تمسك الكمانجه، يعني هقول انا عايز اقول لحضرتك ان هي بدات من سن 5 سنين تقريبا او من سن 4 سنين، يعني هي بدات من سن صغنن، يعني قد ايه دلوقتي؟ هي دلوقتي 7 سنين، سنها صغنن جدا، هي صغيره بادئه من سن صغير، وكان بالنسبه لها صراحه هي من الناس اللي لقيت الموضوع معاهم سهل فعلا. استجابة. البنت عندها موهبه وحابه الموضوع جدا جدا جدا، ويعني وبتشتغل يعني. طيب جابت نتيجه. احنا عايزين نسمع، يمكن انا في البدايه قلت عايزه اسمع اكتر ما اتكلم. نسمع. فنسمع ايه؟ نسمع. نبدا باسال روحك. يلا بينا. ام كلثوم. Thank you.
شاهيلين وانا قاعده مركزه، هي ما شاء الله عليها عارفه يعني، انا مركزه معاها اكتر ليه؟ عشان هي يمكن اصغر بنوته هو فعلا اصغر واحده فيهم. بجد لا ما شاء الله. هو كان في سن تاني طبعا بس ظروفهم يعني، في مجموعه تانية، هو ده مش العدد كله طبعا يعني. في العدد اكبر من كده. العدد اكبر من كده يعني، هم اوركسترا كامله، اوركسترا اوركسترا كامل بجد. اوكي ما شاء الله. طيب خليني اسال عن التدريب، بيتدربوا وقت قد ايه في اليوم تقريبا؟ يعني حته التدريب في اليوم مختلفه عن التدريبات جوه المكان. خلينا يعني حته التدريب في البيت، الالات كلها بلا استثناء محتاجه تدريب بشكل يومي. يومي. هما تدريباتهم هما مع نفسهم، انما التدريب جوه المكان هما بيبقوا محتاجين مره يجوا فيها والمره دي يشتغلوا فيها، بحيث ان هما ياخدوا حاجه من المدرب او اللي بيشتغل معاهم في الوقت اللي هما بياخدوا فيه، وبعد كده يقدروا يطبقوا الجزء اللي هما خدوه ده عشان يقدر يبني من عليه. مره كل اسبوع يعني؟ مره كل اسبوع، مرة يعني كل اربع أسبوع. مرات مثلا. طب ولو عندكم حفله بتتدربوا وقت قد ايه؟ لا ممكن بقى تتزود طبعا البروفات، ده غير ان هما معمل لهم يعني، هما النظام يعني مختلف برده شويه في حته ان احنا عاملين موضوع الاوركسترا ده، يعني هما بييجوا مرتين ان الاوركسترا فيه تدريبات ليها لوحدها، لان حته ان يكون في تجانس ما بين المجموعه مختلف عن لما يكون حد بيعزف لوحده. أوكي. فدي طبعا حاجه تانية. واحنا يا جماعه واحنا قاعدين بره قاعده في اوضه الميك اب وكده، سمعتهم بيعزفوا الضوء الشارد. مظبوط. كانوا هايلين. ما نسمعها دلوقتي؟ لا احنا نسمع الاول قضيه عم احمد، بما انهم يعني هم عاملين كده ايه، انت عايز نختم بالضوء الشارد؟ نختم بالضوء الشارد، لان هم كمان كانوا حابين جدا ان يلعبوا حاجه لعمر خيرت، هم بيحبوه جدا. طيب يلا بينا. ماشي نبدا. ما شاء الله هايلين. طيب خليني اسالك عن الاقبال، البنات ولا الولاد اكتر اللي بيبقى فيه اقبال على والله هي على الالات عموما؟ هي الفكره من وجهه نظري الصراحه، الموضوع ان انا حاسس ان البنات في مصر اكتر. البنات انا حاسس ان البنات في يعني العدد يعني البنات طبعا بيبقوا كتير، بس الموضوع عندنا لا يعني موجود يعني بنات واولاد الصراحه، الموضوع انا شايفه واحد يعني. انا شايف في ناس بتبقى مهتمه جدا ان هم يعلموا الولاد موضوع الالات الموسيقيه والحاجات دي، مهتمين بالناحيه الجزء ده، لان طبعا هو جزء مؤثر حتى من الناحيه الدراسيه يعني. انا مش شايف ان هو بيأثر بالسلب، بالعكس بيأثر بالايجاب، ويطلع شخص. انا من وجهه نظري شايف ان اللي يلعب المزيكا دي هو طبيعي ان هو يطلع شخص سوي جدا يعني بشكل طبيعي. اكتر آلة بيكون عليها اقبال ايه؟ والله هي الفكره طبعا يعني الاكثريه، ممكن في ناس بتميل للكمانجا وفي ناس بتميل للبيانو يعني. انا مش شايف حاجه بعينها، هو على حسب حب الشخص للاله يعني. في حد بيحب الدرامز؟ البنات او الاولاد جايين لحضرتك عارفين هم عايزين ايه، ولا انت اللي بت 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 بتوجههم؟ اقدر يعني اقول لحضرتك هي نسبه الصراحه يعني، في نسبه كبيره بيبقى جاي عارف وعايز يلعب اله ايه، وفي جزء تاني ممكن ما يبقاش عارف، بيبقى عايز يشوف الالات كلها، ففي الوقت ده بنضطر ان احنا نعمل تيست على جميع الالات. ان هو يبدا يشوف الالات كلها ويتفرج عليها، ويبدا هو برضو اللي يختار، لان حته اختيار الدارس للاله بتاعته دي بتكون حاجه فارقه ممكن جدا. يدرس في نفس الوقت كذا اله؟
ولا بتبقى صعبة؟ حاجات معينة يعني، مثلا هقول لحضرتك ما ينفعش مثلا ان احنا نلعب، يعني ما ينفعش دارس ياخد كمانجا مع البيانو مثلا، الا لو عنده مستوى جامد قوي، يعني ينفع مثلا ياخد كمانجا مع ايقاع مثلا. في مثلا الجيتار ممكن يتاخد معاه حاجه ثانيه، انما الكمانجا ممكن تكون عشان من الالات، يعني هي مصنفه كمان هي اصعب، تعتبر اصعب الالات، يعني اصعب الالات عموما. انت يمكن كمان عملت حاجه جديده وغريبه، دمج ما بين المزمار وما بين الكمان. هي بالظبط كده، هي الفكره فعلا ان يدخل موضوع المزمار معاهم. وصراحة احنا لسه عايزين يعني نكبر الموضوع، يعني لسه قدامنا حاجات عايز تانية، عايز تدمج آلات بآلات؟ احنا لسه عايزين نعمل حاجات تانية كتير، لان انا فعلا انا شايف فيهم، ان انا حاسس ان الولاد دول في يوم من الايام هيعملوا الحلم اللي هم بيسعوا ليه وهيحققوه، ان هم هيعملوا حاجة كبيرة بيعملوا جدا. حفلات؟ بيعملوا حفلات بشكل يعني بشكل على يعني يتدربوا مثلا، وممكن ياخدوا فترة معينة. بيعملوها فين يعني؟ يعني الأماكن مثلا؟ احنا والله على حسب الأماكن. احنا كنا مقررين ان احنا نعمل حفلة في يعني في نص السنة في الأوبرا، بس يعني مش عارف بقى الظروف، طبعا موضوع الامتحانات بتاعتهم والكلام دوت، ففي ناس الموضوع بالنسبة لهم مش مناسب وكده. بس والأغلبية مثلا في الأجازة على حسب المكان، يعني يكون المسرح اللي فاضي. عملنا في المسرح الكاثوليكي قبل كده برضه، عملنا حفلة او مسرح كويس جدا. طب وردود الافعال بقى، ردود افعال الجمهور؟ انا عايز اقول لحضرتك ان يعني الصراحة اللي عملوه في الحفلات اللي هم عملوها، انا من وجهة نظري شايف ان ده يعني والله مش عشان الولاد فعلا، بس انا شايف ان ده ما اتعملش قبل كده. انا قبل ما اكون بقود اوركسترا انا عازف كمانجا اصلا، فالموضوع يعني هم مختلفين. انا طيب خلينا نسمع حاجه، الضوء الشارد. هنسمع الضوء الشارد، بس احنا عايز بقى ادخل المزمار والطبل بقى، عايزين هيدخلوا هم دلوقتي. نبدا Thank you.
مش عايزه اتكلم اصلا، عايزه اقعد اسمع بجد. ما شاء الله حلو قوي 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 موضوع الدمج ما بين الطبله والمزمار، والكمان حاجه بجد حلوه قوي. عاملين حاجه تانية غير الضوء الشارع؟ دول هم، انا عايز اقول لحضرتك ان هم بيحضروا الفتره الجايه برضو الحاجه، وحاجات قويه قوي يعني، بيحضروا الايام الشتات لليله القبض على فتره. لا حابب ان انا يعني نلعبها، يبقوا متدربين عليها كويس، يبقوا مخلصين بنفس الشكل دوت، عشان يعني هم نفسهم يكونوا مبسوطين. شايفه ان كمان في ما شاء الله اي كونتاكت، يعني هم مركزين في الاله ومركزين معاك، يعني انا شايفه ان انت عمال وانت متابعهم كلهم، فدي برضو صعبه على فكره. هم صراحه هم خدوا خبره الفتره اللي فاتت ديت، والصراحه انا يعني انا شايف من وجهه نظر، انا شايف عازفين واقفين يعني خلاص ما بينهم وما بين الاحترافيه خطوة. متمكنين بالزبط. بجد ما شاء الله، هو ده اكبر عليهم يعني. ايه الاله الصعبه اللي لازم ابتديها من سن بدري شويه؟ والله انا الموضوع ده الصراحه انا بشكل شخصي انا يعني، لان انا اتحطيت في موقف قبل كده مع وفد من بره مصر خالص، واتحطيت في حته ان حد من صحابنا سال قال هو ينفع الواحد يتعلم وهو كبير وكده، فترد عليه قال له طالما في ايدين وفي عينين، هم بتوع بره ليهم نظام خاص. موضوع حته السن دوت، هو البدري حلو، بس انا من وجهه نظري شايف ان لو حد عايز يعمل حاجه، انا قصدي في آلة صعبه مثلا ان احنا لازم نبتديها من بدري، ممكن تكون كمان الكمان. من سن كام ممكن يعني؟ تكون يعني الموضوع مثلا ممكن لو لحد سن يعني السن بتاع العشرين وبتاعه والمراحل دي، ممكن يكون انا بكلم الاعمار الكبيره اللي هي سن، لان في ناس بتجيلنا ممكن حد يبقى عنده 40 سنه. ايه ده بجد؟ ده حقيقي، دي المفاجاه. يعني عندكم في المعهد في ناس كبار جميع الاعمار؟ مش هقول كبار في سن ال 40، ده مش كبير. ما هو يعني انا عايز اقول، وفي حد 60، ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك. وفعلا حابب الموضوع وبيشتغل، ويعني في ناس بتبقى حابه الموضوع فبتشتغل على ده. في حفله قريب اخيرا ليهم ولا لسه؟ ان شاء الله باذن الله، هي الحفله اللي جايه ليهم هي اللي هيكون بيتحضر لها بتاعه الاوبرا. وان شاء الله باذن الله يعني، انا اللي انا سمعته يعني، بس انا خايف عليك والله. انا حتى كنت بقول لحضرتك بره ان هم المفروض معاكم في راس السنه، هي الحفله اللي جايه معاكم بجد. طب ان شاء الله ده هينورونا بجد في راس السنه، نعمل حاجات هتحضروا لنا بقى حاجات حلوه يعني. ان شاء الله باذن الله هيكون في حاجات ثانيه مختلفه ان شاء الله. مبسوطه بيكم، بشكركم شكرا جزيلا كلكم يعني، كان نفسي اتكلم معاكم واحد واحد بس بجد. برافو برافو برافو، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المايسترو محمد هشام المدير التنفيذي لمعهد سلالم، انا بشكرك. وعايزه اشكر كمان الاهالي، يعني الاهالي يمكن كانوا زمان بيركزوا على الجانب الرياضي، دلوقتي بقى في تركيز كمان على الجانب الفني، وان هم مهتمين بان هم يعلموا اولادهم كمان الات موسيقيه كتير. انا حابب ان انا اشكر بامانه ربنا الكرو كله بتاع البرنامج، بأمانة ربنا الناس دي تعبت جدا، وحابب ان انا ابلغ ده للناس كلها، الناس دي تعبت جدا يا جماعه عشان تشوفوا المنظر ده. مهندس صوت الناس كلها، واستاذه نجوى، مش يعني مش عايز انسى اسامي صراحه عشان ما حدش يزعل مني، بس مش هقول لكم الناس اللي واقفه ورا هم سبب من اللي انتوا شفتوه دلوقتي، والاستاذه طبعا ربنا يخليك بجد. لا احنا بنشكرك ان انت يعني عرفتنا وعرفت المشاهدين ببنات جمال زي العسل زي دول، ميرسي جدا ليك. طيب احنا عموما لسه عندنا كلام كتير جدا، دلوقتي هنروح نشوف تقرير عن مبادره يو فارس دكتور لتعليم طلاب وخريجي الكليات العمليه المهارات بقى اللازم لسوق العمل، وبعد التقرير هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع هنلبس ايه في راس السنه بعد الفاصل. بتخدم طلبة أوكرانيا، بتخدم طلبة إنجلترا، طب مصر هنعمل إيه؟ كلمنا مع دكتور، جت الفكرة مني أنا وكريم، كلمنا مع دكتور جهام، إحنا عايزين ننزل الشركة مصر. أوكي أنتم محتاجين إيه في مصر؟ فأنا من خبرتي ومن وجودي في مصر، أنا كنت بحضر مؤتمرات كتير قوي في مصر. المؤتمرات عندنا بينقصها إن إحنا ندي فرصة للطلبة نفسها تقدم أبحاثها. فانا جت الفكره من كده، طب احنا عايزين، احنا عندنا مشكله في مصر في البحث العلمي، ان احنا عندنا موارد بشريه حلوه جدا، عندنا افكار حلوه جدا، ما عندناش امكانيات وما عندناش فرصه لحد يسمع. فمن هنا جت الفكره، طب احنا هننزل ونعمل كونفرنس في مصر بنفس طريقه بره. ايه الكونفرنس؟ ان احنا هندي فرصه لاي حد عنده بحث علمي يقدمه في المؤتمر ده، والدكاتره تحكم. والفكره الاساسيه انها بتحل مشاكل للطلبه والخريجين، اي مشكله ممكن تقابلهم في الحياه، بحيث ان هم يخشوا سوق العمل قادرين ان هم يوجدوا لنفسهم فرصه يتوظفوا فيها.
بمعنى ان مثلا لو انا وفي الغالب احنا بنتعامل مع الخريجين الكليات التقنيه او كليات التكنيكال اللي هي كليه زي طب وعلوم وكمان الكليات الهندسيه دي يعني في البلان او في الخطه بتاعتنا اللي جايه. مع يوفرز دكتور هم علمونا في ورش العمل ان احنا ازاي نقدم نفسنا وازاي نعرض الفكره بطريقه علميه تستقبل الناس اللي بيتفرجوا علينا او الناس اللي بيتابعونا عشان يحكموا المؤتمر، زي في المؤتمر اللي كسبت فيه انا وزميلي كسبنا مركز اول وثاني على المشروعات دي وخدنا مكافئات ماديه. فالتحفز يعني هم كان هدفهم ان احنا عايزين نحفزهم ان احنا نبدا فكره ورا الثانيه. انا اكيد عندي افكار ثانيه كتير بس ما اتنفذتش او ما نزلتش على ارض الواقع بسبب ان ما فيش حد بيحفز، ما فيش حد بيفند او بيمول الموضوع ده. فهم كانوا ساعدونا كتير بسبب الموضوع ده انه حد يسمع صوتنا، انه حتى لو البحث مش هيتمول بس اللي انا عملته ونفذته تعبي ده الناس تشوفه او الفكره الناس تسمعها افيد غيري ان الناس تسمعها ويستفادوا بيها. احنا كنا بندرس فعلا ازاي نكتب الريسيرش بطريقه علميه وازاي نقدمه للناس بطريقه علميه. حضرنا الوركشوبس معاهم وكملنا وتعلمنا ازاي نكتب الوركشوبس دي بطريقه معينه، الريسيرش بطريقه معينه، او ازاي نقدمه للناس بطريقه علميه ووضحه للناس ووضح فكره البيت. انا فخور جدا ان هو اول هم لهم زي ما قلنا فرع في انجلترا او في اوكرانيا واول مره تعمل في مصر، فكنت انا اول واحد يكسب المركز الاول في مصر، فدي حاجه بالنسبه لي تحسب لي وفخور جدا بحاجه زي كده. الناس دي عندها افكار هتحل مشاكل كتير جدا في مصر، امراض، افكار في المحاصيل الزراعيه اللي بتتلف، عايزين بس حد يكمل بقيه الدايره زي ما بيقولوا، اللي هي يتخرجوا لسوق العمل يخشوا الشركات دي تبتدي المنتج ده يطلع للناس. سنة. ده هو السؤال الحقيقة المعتاد، ناس كتير بتحب طبعا تخرج وتسهر علشان الاحتفال برأس سنة أو في الكريسماس. طيب يا ترى هنلبس إيه؟ الحقيقة إن ده سؤال زي ما قلت لكم بيحير ستات كتير جدا، خصوصا إن كل يوم في يعني في موضة بتظهر وحاجات جديدة في عالم تصميمات فساتين السواري سواء في الألوان في الخامات أو حتى كمان في الموديلات. النهاردة هنعرف إيه هي أحدث موضة السواري من ضيفي اللي نورني النهاردة في استوديو كلام البنات الفاشن ديزاينر أحمد شاوي. احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله 100 100. كله تمام الحمد لله. قبل ما نبدا شايفه حاجات بجد والله العظيم مش عشان يعني مش تحيزا ليه عشان هو في برنامجنا بس بجد حاجاته حلوه جدا جدا جدا. خليني ابدا والموضه، الموضه السنه دي بقى ايه في راس السنه؟ اللون، الخامه، الموديل ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب الاول وانت بالف صحه وخير. السنه دي تختلف عن كل سنه. أوكي. يعني متعودين دايما في كل راس سنه الفستان الاحمر الاحمر او الاسود. لا السنه دي الموضوع اختلف تماما. دلوقتي بقى في الوان كتير قوي وجريه قوي. اوكي. ممكن نلبس الوان كتير قوي. الموديلات نفسها اختلفت في حاجات كتير قوي. تركيزنا دلوقتي ممكن في السهره ده او في اليوم ده مش لازم الحاجات التقيله قوي. يعني هنبقى حاجات خفيفه كده دمها خفيف وبسيطه. تبقى معانا في السهره نقدر نتحرك نعمل اي حاجه نرقص ده اهم حاجه. فلازم يكون نعتمد على حاجه زي كده، بتعرفي انت عايزه ايه؟ بتفهمي انت عايزه ايه؟ الالوان اللي احنا بنعملها مش لازم الاحمر والاسود زي كل سنه والكلام ده كله، لا بقى في الوان كتير قوي ممكن نلبسها. تحس راس السنه احمر، السنه اسود، يعني مفيش الوان ثانيه. لا الالوان النازله دلوقتي كتير قوي، يعني بعكس الشتاء حتى اللي فات. بقى نازل عندنا الالوان الزيتي موجود، البلاش، الاستار ده. ده واضح ان احنا كده هنقعد نرغي كتير. طيب معلش نروح لفاصل ونرجع بقى نقعد نتكلم ونشوف كمان على الواقع. فاصل وراجعين مع احمد نعرف احدث الموديلات وايه اللي نلبسه في 2019 في راس السنه. حضراتكم مره ثانيه وراجعين مع الفاشن ديزاينر احمد شوقي نكمل كلامنا عن نلبس ايه في الكريسماس وراس السنه. اهلا بيك يا احمد مره ثانيه. اهلا بيك. كنا بنتكلم عن الالوان وقلت لي ان خلاص بقى في الوان كتير بقى غير الاسود والاحمر، بقى في الزيتي وفي نبيتي كمان اللي هو بصي هو دلوقتي
يعني المتعارف عليه الاول كان في الشتاء دايما الالوان الهاديه والدافيه، انما بالعكس دلوقتي في الوان جريئه كتير قوي نزلت. هقولهم لك تاني، مثلا نزل منها المستردة. كويس، المستردة ده اللي كنا وقفنا المستردة ده الناس مستغربه بس نازل وجميل قوي قوي قوي. نازل البطيخي، مش الاحمر، مش احمر، بطيخي بدرجاته. كويس، المستردة على فكره المستردة مش الاصفر، عشان الناس دايما بتتلخبط ما بين اللون ده واللون ده، بس هو المستردة نفسه. طبعا الموف، البلاش، البينك. بس الموف يمكن ما بيليقش برضو على كل الوان البشره. خلينا احنا بنتكلم، ايه رايك نعرض ال 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 المودلز يعني، ونتكلم بقى على الموديلات نفسها. اوكي، في حاجه فظيعه كده جايه انا شايفاها. انا من قبل ما نبدا انا قلت لك ده عاجبني، حلو قوي، حلو حلو يعني. بس ده اسود بقى، ده اسود. حلو قوي، هايل. قول لي بقى دي ايه القماش، ايه ده تول ولا ايه؟ ده تول. بصي هو القماش دلوقتي برضو في، عايز اقول لك على حاجه. طبعا فستان سوري يعني رقم. كويس، بدايه بالقماش بالتفصيل بالديزاين بالكلام ده كله. اوكي. القماش ده تول ساده، دانتيل متفرج عليه، الموضه. انت اللي عامله، هو مش كده، مش جاهز. لا 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 لا. اوكي. لا الفستان ده انا اللي عامله، طبعا بعد ما بقصه بعد ما بخلص ببتدي بقى اعمل الشكل اللي انا عايزه. حلو قوي، فبقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز برضه. انا كمان بحب، بحس ان هي كمان موضه اكتر، اللي هي الحاجات المنفوشه دي. الميزه دلوقتي اللي الناس بدات تفهم وتعرف يعني ايه قصات. السواريه بالنسبه لها مش اللي هو التطريز الحاجه المطرزه وحاجه بتبرق وخلاص، لا بالعكس بقى في موديل، في قماش بيختاروه. فده اللي انا بعتمد عليه دلوقتي. حلو الفستان اي حد ممكن يعمله. يعني هي الفكره في كده، واي حد ممكن يلبسه، واي حد ممكن يلبسه يعني لو واحده مليانه شويه. لا بصي، موضوع الجسم ده كل حاجه بيبقى ليها حاجه. اوكي، انت بتبقى عارفه طبيعه جسمك ايه، وانا بشوف الجسم اللي قدامي ايه هو. يعني مثلا انا ما بتعاملش كموديل ان انا اعمل موديل من دماغي وخلاص. بالعكس، انت لما بتيجي تتكلمي معايا او باجي عايزه تعملي حاجه عندي، فبشوف الاول جسمك هو بيقول لي ايه. يعني انا لو جيت مثلا طلبت منك موديل معين وانا رفيعه جدا، فالموديل ده هيرفعني اكتر، بتقولي لا مش هينفع. اكيد، انا بقول لك ايه الصح ليك، يعني مش مجرد ان انا بعمل الحاجه اللي انت عايزها. ايه الموديلات اللي للرفيعين خالص ما ينفعش يلبسوها؟ بصي هي الحاجات اللي هي بتبقى ميد قوي. يعني بصي حته رفيعين برضو قوي دي، دلوقتي ما فيش حاجه اسمها رفيعين قوي، الشعب مشهور. لا وكمان البوش اب ممكن يعمل اي حاجه. اوكي، كويس. فبالعكس الرفيعات بالنسبه لي اسهل. ان هي ممكن اخليها كيرفي، اللي هو الشكل الناس كلها بتحبه. حلو قوي، وده حلو قوي. ده ايه، ساتان ولا ده ايه؟ ده التا موضه. بس حلو قوي ده، مدخل بقى ابيض مع اسود. والاسود ده بيتشال خالص، يبقى فستان ابيض بس من فوق اسود. يعني هو اصلا يعني، لا مش ازاي يعني ممكن الجزء الاسود اللي تحت ده بيتشال لوحده، يبقى فستان كده لوحده. يعني اتنين في واحد. ايوه بالظبط كده. حلو قوي. هي الفكره كلها توزيع اللونين مع بعض ازاي. انت مش مجرد تحط اللونين وخلاص، لا انت بتوزعيهم ازاي. اوكي، بس حلو، حلو قوي. الديل بتاعه زي ما انت شايفه كده مطرح ما تقف هتلاقيه معاكي. وشايفه ان انت كمان في الحزام الجولد ده اسم الكوليكشن. فانا رابط الكوليكشن كله بالحزام ده، عامل كل واحده فستان، كل شخصيه فستان. شايفه السنه دي موضه الوان عمري ما كنت اتخيل انا البسها على بعض. اورنج مع احمر. يعني بجد شفت حاجه ومحلات براندات عاملينها. هو ده بقى اللعب بالالوان. كويس، ومش اي حد يعملها. ممكن تقلب مع حاجه تانية خالص. بالظبط، ممكن تقلب بلدي بقى شويه. بالظبط كده. الالوان دي بعالج بيها الجسم نفسه. يعني ممكن واحده مليانه، ودي اكتر حاجه بتبقى موجوده وبتقابلنا في مشاكل. دي ممكن اعالج بيها بالوان القماش. يعني اديك كمثال كده، ممكن ان انا اخلي مثلا في اللون فاتح في النص ارسم بيه شكل الجسم، وخلي الالوان الغامقه من بره، من بره عشان فالعين هتيجي على الشكل انا عملته. فعملت مانيكان قدامي. انت كاحمد، انت ايه اكتر الالوان والاقماش اللي انت بتحب تشتغل بيها؟ بص كل حاجه. يعني كل الاقماش انا بحب اشتغل بيها، بس كل حاجه وليها حاجه. القطيفه يعني طالعه موضه، القطيفه طالعه موضه، والجلد رجع تاني. الجلد كويس. ان انا اشغل القماش واعشق القماش في بعضه حاجه بعشقها. فانا بحب القماش كله. بالظبط، هو ده بالظبط ده اللي انت بتقول عليه، بتركب قماشه كتير على بعض. طب قول لي بقى ده ايه قماشته؟ ده ستان على تول، على دانتيل، على شانتونج معمول بلسيه. وجزء اللي فوق كله درابيه.
انا حاسه ان احنا رجعنا للستينات. دي حقيقه، ما هو الموضه دي رجعت فعلا. يعني في حد ممكن يلبس كده ويروح الفرح بالزبط. او يروح مناسبه بالظبط، على حسب المناسبه كمان، حسب يعني. طب ده يعني الدريس ده يتلبس فين؟ ده في سهره مش في فرح. مش في فرح يعني؟ يعني ده انا البسه، ممكن تلبسه في سهره. وبيتطلب منك بجد الشابو او اللي مش عارفه انا عايز اقول لك ان في ناس بتكلمني بس انت جايب منين الشابو؟ يعني عشان هم عايزين الشابو. هو انت اللي عامله ولا انت جايبه؟ لا في ناس بتعمله. اوكي، هو شكله غريب وجديد في نفس الوقت، وزي ما بقولك احنا رجعنا ايام الستينات تاني. بصي لسبب بسيط جدا. كان اكبر دليل ان انت رجعت ايام الستينات التنحيف اللي بقى يحصل دلوقتي، والنحت في الجسم عند الوسط الكلام ده كله. ده علشان يبين شكل الجسم زي الاول ما كان في الستينات. اجمل فتره كانت موجوده هي فتره الستينات في الفساتين. ايوه ده اتفرج على الفساتين القديمه كده، ده حقيقي تحفه. تحفه. ست، انت بيبقى قدامك ست. يعني الفكره مش ان انا بعتمد ان انا افتح الفستان او اعري فيه او الكلام ده خالص. طب القصير ولا الطويل هو اللي طالع فاشن اكتر؟ القصير. القصيرين، الحاجات القصيره. شفت كمان يمكن حاجات طالعه فاشن، الجامب سوت او السلوكات. ده طالع برضو موضه. بس الجامب سوت عامله في الكولكشن عندك ولا لا؟ في عندي. الجامب سوت يعني الميزه بتاعته ان هو يمشي حاجتين، واحده محجبه والغير محجبه. بالعكس انا بفضله مع الغير محجبه كمان اكتر. ان المحجبه دايما بتعتمد ان هو لازم اللبس بتاعها كله مقفل. فمن فوق لتحت هو كله مقفل بالظبط، فلازم يبقى في حاجه، لازم يبقى في مسافه ابين الجسم، ابين الشكل، ابين الحركه بتاعتها، ابينها هي يعني انا شفت يمكن اول فستان شفناه اللي هو الكمامه منفوشه، انا شايفه ان ده ينفع محجبه جدا على فكره. يعني لو اتبطن مثلا الطول ده متبطن، انا ضد بطانه طويله، ضد ان انا اعمل فستان وحد مثلا محجبه تقول انا عايز الفستان ده هو مفتوح، عايز الفستان ده. لا، انت ليكي فستانك، ليكي فستانك ده بره ايه؟ ليكي فستانك، دول بشرتك، ليكي فستانك، طبيعه جسمك، ليكي فستانك. يعني انت بتصمم المحجبه فستان هو لازم هيطلع حلو. يعني ان شاء الله باذن الله هو لازم هيطلع حلو. كويس، ما هو بتاعها هي، بتاعها هي بشخصيتها بشكلها. ايوه، لو انا دلوقتي محجبه وبتفرج دلوقتي عليك وانا قاعده في البيت وعندي مناسبه وعجبني الفستان ده الاسود مثلا بس للمحجبه، طيب ينفع تقفله لها او يخليه للمحجبه او تعمل لها حاجه شبهه ولا لا؟ اعمل لها حاجه شبهه ويناسبها كمحجبه. انما قصه التقفيل دي المشكله اللي بيقع فيها كل المحجبات. بتشوف فستان حلو تيجي تقفله يطلع حاجه تانية خالص. لا، هي كل واحده ليها حاجه. فانت قصدك ان هو كده تبوظه يعني؟ لا يعني مش هبوظه، بس الفكره هتبوظ الموديل بتاعه. في حاجات احلى. يعني لازم كل واحده بتلبس فستان او بتفكر انها تلبس فستان سواريه او تبتدي تعمل فستان زفاف بتاعها، لازم تفهم الاول طبيعه جسمها ايه. اوكي، مجرد ما فهمتها انا بتوفر عليا حاجات كتير قوي بتريحني. يعني انا مثلا ما فيش موديل مثلا بعمله من دماغي وخلاص، لا ده هو الموديلات بتاعتك او التصميمات بتاعتك بتتفرج على حاجات عالميه كده ولا كده؟ لا بصي، هي الديزاينر بالذات ده بيبقى فيه زي بصمه كده، فيه النفس بقى زي في أيوة الاكل وفي الكلام ده كله. فلازم هو انا ممكن ابقى نايم بحلم بفستان بجد؟ والله. واغلبيه اخر فستان حلمت بيه كان امتى؟ كان الشهر اللي فات وعملته. هنشوفه النهارده ولا لا؟ مش موجود. مش موجود النهارده. وكنت معمول المحجبات. محجبات. نمت صحيت هعمل ده. بياخد منك وقت قد ايه بقى؟ يعني انت نمت صحيت لقيت المدير هو حلمت بيه، الموديل نفسه بقى بياخد منك وقت قد ايه في تنفيذه وتصميمه؟ طبعا ده بيفرق على حسب الموديل نفسه. يعني في موديلات بيبقى فيها تطريز كويس، في موديلات فيها شغل تفصيل قماش الدرابيهات والكلام ده. أوكي. كله بيبقى هاند ميد، ما بقاش فيه اللي هو بدخل مكنه وخلاص الموضوع انتهى. دايما الواحد في مجال عمله اول حاجه بيعملها ما بينساهاش. يعني انا انا فاكره اكيد اول برنامج انا قدمته كان ايه. اول تصميم عملته بصي بقى شكله باظ خالص. اولا انا كنت مع بابا الله يرحمه، كنت بتعلم معاه، فالموضوع بالنسبه لي خدته من اول حاجه لحد اخر حاجه. اوكي، ربنا. فما كانش اقدر اقول اول فستان، بس فاكر ان انا كان في حد عملت له فستان، وكان فستان خطوبه كانت صاحبتي. فاول ما شافت الفستان عيطت. ليه؟ هقول لك. اولا هي ما شافتش حاجه، قالت لي احمد انا عايزه خطوبتي كذا وعايزه اعمل فستان حلو. اوكي، عملت لها الفستان. اقول جامب سوت. ثانيه واحده. ايوه، هنرجع للفستان الخطوب ده. الجامب سوت ده يجنن. ده يجنن، ولونه حلو قوي. ده الكشمير بدرجاته.
اه بس ده كشمير بقى فاتح خالص صح؟ وده انت مدخل ايه بقى يعني؟ احكي لي انت، كلمني عنه. بصي، الفستان الجامب سوت ده ليه حكايه كده معايا ظريفه. هو الاول كنت هعمل جامب سوت عادي، بنطلون ومن فوق توب لوحده والكلام ده. فجت في بالنا الفكره اللي هي بتاعت الفالونات اللي فوق دي، وبالشكل التطريز ده على اساس يبان ان هي، شفت الورده، هي السنبله دي طالعه كده من جوه حلو قوي. الكلام ده. والهاي بسيط ويست وخفيف. كمان طالع موضة قوي، الايه؟ الهاي ويست يعني البنطلون كمان الهاي ويست اللي هي الوسط على العالي حسب برضو الجسم يعني، في دي اجسام تنفع ما ينفعش. للرفيعة اكتر طبعا متهيألي صح؟ طبعا التخينة طبعا. هتعمل لا لها كويس. التخينه انا بنزلها الوسط تحت. ايه ده بجد؟ طبعا طب وبالنسبة للكوش بعمل. اللي كل الشعب المصري عندنا فيه كوش؟ بصي، هي المليانه اصل كل جسم ليه حاجه، فيه اللي هو خلي بالك الكمثري انت وفيه. يعني انت بتصمم للستات المصريات مش طبعا للاجانب طبعا او طبعا. ان انت تعرضه بالعكس والله، كموديلز. يعني المصريات خلاص معروف هو ايه اللي يناسبهم يعني كويس. بس هي الفكره كلها ان هم يفهموا ده. اوكي. ودلوقتي مش عايز اقول لك كله لا بقى لا يفهم عندنا الكلام ده. نسبة وعي هايلة بالحقيقة يعني يعني. لا، ودلوقتي كمان، دلوقتي كمان بيتكلموا يعني ايه قصه. يعني الفستان مش بتنقيه بس عشان شايفه فستان بيبرق قدامها ومفيش قصه باينه، مفيش قماش باين، الكلام ده كله. لا بقى بينقوا الوان وبيعرفوا يعني ايه ماتيريال دي حلوه ولا وحشه. بالظبط. بالقصات، انا عايز اعمل قصه معينه، انا عايز اعمل حاجه جديده، عايزين يلبسوا حاجات جديده. فلا دلوقتي الموضوع يختلف عن الاول بكتير. طيب نشوف الدرس اللي جاي ده وبعدين نرجع لموضوع اول فستان. اوكي، ده حلو ده قوي. حاجه بسيطه وسيمبل قوي يعني، ما فيهوش اي حاجه. بس هي ده ينفع كموديل لراس السنه؟ ينفع في السنه طبعا يعني ما يقولش لا. يعني. بص، الفستان ده يعني ده بالالوان اللي انت كنت بتتكلمي عليها، الموف. دي درجه الموف اللي انا بتكلم عليها. هو موف جراي يعني، لا هو عارف اللي موف هو ايه، عشان مش موك الاضاءه، عشان بس هو اصلا موف. موف. ممكن لو واحده مش عايزه الموف يعني الموف ما بيبقاش حلو عليها، ممكن نعمل ده بالوان ايه تاني؟ ده جبير اللي عليه صح؟ دانتيل. دانتيل. اوكي. ايه ممكن نعمل لون في ايه يعني؟ دانتيل ايه واللون التاني ايه؟ بص، هو ده بيبقى على حسب بشره اللي هتلبسه. يعني اوكي. موضوع الالوان ده بيعتمد في الاول وفي الاخر على جسمها، شكل جسمها ولون بشرتها. فاي اوكي. حاجه، بص اي حاجه ممكن تعمل انت لو حلمت كده بحاجه تتعمل. مجرد تصحي كده من النوم، انا عايز اعمل كذا، بعمل. يتعمل. بس يتعمل ازاي؟ هي دي الفكره. صح. ان انا ابقى فاهم اللي قدامي عامل ايه، حابب ايه. زي كتير قوي بتيجي واحده تقول لي مثلا عايز اعمل فستان ده. طب الفستان ده مش هيناسبك. لا لا بس انا انا عايز ايه. عاجبني وعايزاه. طبعا ما اقتنعتش، انا بعمله لها بس بعمله لها بالطريقه بتاعتي انا. بتدخل في التاتش بتاعك زي ما لازم. بنقول يعني. بص، هو لازم هيليق عليها. هو في الاخر انا هحقق لك حلمك. انت بتحلمي حاجه وحابه حاجه، ان اهم حاجه، اهم حاجه ان هي وهي ماشيه او هي لابسه الفستان تبقى تكون راضيه. حباه، صح. حبيته، كل اللي حواليها هيشوف فستان تحفه. طيب خلينا نرجع تاني لاول فستان صديقتك اللي انت عملت لها فستان هي خطوبتها. بنتي كلمتني وقالت لي احمد انا خطوبتي وعايز اعمل فستان، ما حصلش. كويس. جت ما هي لقست بروفا بتاع ان هي، انا عارف مقاساتها وعارف اعمل لها حاجات قبل كده. ف اوكي. وكانت خطوبتها تاني يوم. جت خدت الفستان بتمسكه، قعدت تعيط. ليه؟ كنت مدخل فيه الوان كتير. وكان في الفتره دي كان نازل الاحجار مع الماز من الالوان، مع درجه القماش نفسه. هي ما كانتش متوقعه، متوقعه حاجه احمر، حاجه بينك، الكلام ده كله. انما انا عملت لها حاجه الشامبين ومدخل فيه احجار الفيروز. مجرد ما لبسته، مش عايز اقول لك، انا بقول لها البسيه، هي مش عايزه تلبسه، اعملي حاجه تانية. ما هو الواحد دايما لما بيشوف الحاجه غير لما بيلبسها. بالظبط كده. ده ايه بقى؟ ده حلو قوي ده برضو، ده يجنن. انت يعني ما انت اكيد أنا فهمت. انا بحب الحاجات اللي هي المنفوشه والكمامه دي. بصي، دايما في شغلي اللي هو السهل الممتنع. يعني بص، الفساتين كلها اي حد ممكن يعملها على فكره يعني، ومش اللي هي التكلفه الواو او لازم هدفع فيه كتير او الكلام ده خالص، بالعكس. اوكي. بس ده حلو قوي ما شاء الله. بياخد وقت قد ايه منك في تصميمه وتنفيذه؟ على حسب. هقول لك على حاجه، يعني ممكن فستان ياخد مني اقل من 12 ساعه، وممكن فستان ياخد شهر. ياه. 12 ساعه ده انا هعمل فيه فستان انا مش عايزه يطلع من دماغي، مركز فيه قوي، تلاقيني قمت وقصيت وعملت كل حاجه. ده مش بتاع حد، ده ليا انا. ده كويس، ده ممكن اخلصه على طول.
اوكي. انما بقى في فساتين تانية بقى فيها قصات كتير، في فساتين بقى فيها تطريز كتير. كويس. فبس بشوف بقى حسب الموديل نفسه. اغرب فكره جات لك وعملتها كانت ايه؟ فستان طبعا. بص، هي افكار كتير قوي يعني، مش عايز اقول لك ان انا ساعات ببقى قاعد في الاتليه بعمل شويه حاجات كده الحاله جت. بس اكتر حاجه كنت عملتها وعجبتني كان الجلد على التل. جلد على التل، الاثنين متواجدين في كل حاجه. ده احنا الحلقه الجايه لازم تجيبه لنا بقى نشوفه. يعني بقول لك، هو الفكره انا اعتمدت على الجسم اكتر من القماش. ان انا اعمل فراغات معينه عشان الجسم يبان منها. يديني الشكل اللي انا عايزه. لا انت بجد تسلم ايدك، الكولكشن بتاعك يجنن، هايل، حاجات سيمبل جدا بس بجد حلوه جدا. بشكرك شكرا جزيلا احمد شوقي فاشن ديزاينر. ميرسي، ميرسي جدا ليك. نورتي. انا مبسوطه معاك. ميرسي. طيب عندنا كلام كتير، هنروح لفاصل بقى وهنرجع نتكلم عن اهميه الرياضه في حياتنا، لكن بعد الفاصل. اللي انت عايز تطمن بيه على نفسك، انت مش محتاج تعمل مسح، شوف وزنك زياده قد ايه. اي انسان ماشي في الشارع كده، راجل كان او ست، عايز يعرف هو فين، يشوف هو يعني بطنه قد ايه، هيعرف على طول ان هو رايح. انا بكلمكم بجد، ده كلام لازم نعلمه للناس في المدارس وفي الجامعه وفي المساجد وفي الكنائس، لان احنا بنفقد صحتنا. ومش بقى عشان التكلفة المالية، لا لا، كل حاجة ممكن تتدبر الا ان الصحة ما تتدبرش. يبقى احنا حتى في الاعلام لما نيجي نطلع في الناس بتوع البرامج بتوعنا، نختارهم ايه؟ ضيوفنا في البرنامج بالتلفزيون يبقى عاملين ازاي؟ لا، كل واحد يفتش كويس قوي. احنا اذا كنتوا عايزين تاخدوا ايديه، تاخدوا بيد بلدكم بجد، كلنا مع بعض. انا اول ما بخش اي مكان اقعد ابص في حاجات ما تخطر لكمش على بال، اقول ايه ده، ايه الناس دي، الناس مش واخده بالها من نفسها ليه؟ انت تقدر تمشي كده؟ بتقدر تمشي كده؟ بتقدر تطلع السلم كده؟ انا بتكلم على شباب، مش على ناس كبار في السن، 70 ولا 60 ولا بتاع، تقدر. فاحنا انا قلت اللوحه دي تتحط قدام منكم عشان ده مؤشر جامد قوي، ان احنا نقول ان احنا عندنا فقط اللي وزنه طبيعي فما دون 25%. طب والباقي؟ يا فوق الوزن، يا سمنه مفرطه، يا سمنه. ده كلام، ده كلام بيتحول لامراض، يتحول لامراض تاذي الناس. يبقى عبء على القلب، وعبء على الاجهزه بتاعت الجسم، الكلى والكلام ده، وعبء على المخ بعد كده بجلطه ولا حاجه من هذا القبيل. زي ما شفنا كده مع حضراتكم، يوم السبت اللي فات طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره الاهتمام بماده او بتدريس ماده التربيه الرياضيه في المدارس وفي الجامعات، وكمان نخليها ماده اساسيه. كمان وجه سياده الرئيس نصيحه للمصريين بضروره الحفاظ على الصحه العامه واتباع نظام غذائي سليم حفاظا على اوزانهم. ازاي نعمل ده وننفذه بقى على ارض الواقع؟ ده اللي هعرفه النهارده من ضيوفي اللي منوريني النهارده في استوديو كلام البنات. دكتوره رنا شعبان، اخصائيه التغذيه العلاجيه، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي. كمان استاذ محمد نبيل، مدرس التربيه الرياضيه، اهلا بيك يا استاذ. اهلا بحضرتك. دكتوره رنا، خليني كده اخد رايك في الدعوه اللي اطلقها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بضروره ان يبقى في رياضه، بضروره ان احنا كمان لازم نحافظ على صحتنا، لانه زي ما سياده الرئيس قال بقى في سمنه، وسمنه كمان مفرده عند الجيل بتاعنا وكمان الجيل الاصغر مننا. بالظبط كده. طبعا انا بوجه تحيه نيابه عن شعب مصر كله لمبادره سياده الرئيس 100 مليون صحه. هو كان كمان يعني مش بس كان عاوز يشوف قد ايه معدل الناس عندهم فيروس سي، لا ده كان في فيروس سي، يعني تحليل فيروس سي وتحليل السكر، لان في ناس دايابيتك كتير او ناس مرضى سكر كتير، وكمان مؤشر الكتله اللي معظم الناس الكتير ما كانوش عارفين ايه مؤشر الكتله دي. فلو تسمحي لي ان انا طبعاً اوضح مؤشر الكتله.
مؤشر الكتلة أو حاجة اسمها البادي ماس اندكس، ده احنا بنقدر نعرفه بتطبيق الوزن على الطول، بيبقى الوزن بالكيلو جرام على الطول على مربع الطول بالمتر، وساعتها أنا بقدر أصنف اللي قدامي ده في أي مرحلة. لو طلع الناتج من 18.5 لغاية 25 ده كده بيبقى وزن طبيعي. طب مثلا عشان طبيعي اللي بيتفرجوا علينا نعمله، يعني مثلا الطول 160 مثلا، أوكي هيبقى 1.6 بين كوتيشن عليها 1.6 طيب احنا خلينا بالعربي برضه عشان ايه اللي بيتفرجوا علينا 1.6 الاول بجيب الوزن كوتين. الوزن بالكيلو جرام نفترض أوكي. مثلا اللي هو 60 كيلو جرام مثلا. يبقى احط ال 60 وهقسم تحت، ده طبعا بستخدم الكالكوليتر أوكي. وتحت بيبقى المقام عندي الطول بالمتر، فالمتر أوكي. اللي هو يعني 160 سنتي يعني متر فاصلة 6 بالظبط، فالمتر فاصلة 6 او ال 1.6 دي باخد المربع بتاعها. أوكي. فنتيجة ان انا لما بقسم الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بيطلع لي رقم، الرقم دوت لو طلع ما بين 18.5 لغاية 25 ده كده وزن طبيعي. طيب لو طلع من 25 ل 30 ده وزن زائد، طيب لو طلع من 30 ل 35 ده سمنة تايب 1 او النوع الاولاني، من 30 ل 40 سمنة تايب 2، لو فوق ال 40 ده السمنه الخطره او السمنه تايب 3 السمنه المفرطه زي ما سياده الرئيس. ولازم في الحاله دي لازم يتوجه على طول لدكتور او اخصائي تغذيه علشان يعرف يعني بالظبط كده. احنا بمجرد لو لقيت عندي وزن زايد لازم ابدا، علشان انا ما سيبهاش الموضوع ما يكبرش بقى مني، لان بمجرد اي تراكم دهون ده هياثر عليا على صحتي على أكيد. نشاطي على الحركه بتاعتي وهيبقى جالب للامراض. لان زي ما سمعنا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قال يا جماعه السمنه او الناس التخان للاسف ان هي بقت عند كمان الشباب، مش الرجاله الكبار او مش السيدات الكبار، فاحنا كده. يعني كشباب المفروض احنا نبقى خايفين على نفسنا وعلى صحتنا. خليني اروح لاستاذ محمد واسالك ماده التربيه الرياضيه. الحقيقه من زمان كنا دايما بالنسبه لنا حتى في المدارس اللي فيها بنات وولاد او مختلطه او بنات حتى، بس بنلاقي ماده التربيه الرياضيه على طول لعبه كره القدم. تمام. ازاي ارجع او اخلي يبقى في ثقافه ان الحصه دي تبقى حصه من الحصص الاساسيه؟ وللاسف انا بشوف في كتير من المدارس اما بيتاخروا في المناهج ياخدوا حصه التربيه الرياضيه علشان مدرس مش عارفه ايه العربي الانجليش عايز ياخدها علشان يدي المادة. ازاي اخلي انها حاجة تكون اساسية؟ طب هو حضرتك دلوقتي لو الحصة الوقت بتاعها بقى طويل شوية، لان طبعا وقت الحصة دلوقتي 45 دقيقة، ده 45 دقيقة على ما الطالب بينزل من فصله فيها 5 دقائق، وخمس دقائق على ما بوقفهم واخد الغياب بتاعي وابدأ اشغلهم الحصة، بيبقى معايا 5 دقائق في اخر الحصة ببدأ اطلعهم كده. الحصة بتاعتي بدل ما بقت 45 دقيقة بقت 30 دقيقة، كده ضيع الوقت على الطالب. انما لو الوقت بتاع الحصه زاد معايا بحيث ان انا اقدر ان انا انزله في كذا ملعب او في كذا اتجاه، او ان انا مثلا العبه ملاكمه او اديله اساسيات كاراتيه او اديله اي حاجه تانية، هقدر ان انا طول ما وقت الحصه طويل هقدر ان انا اديله الكلام هو ده. هو الطبيعي في حصه الالعاب بقى زي ما بنقول او البي اي بيبقى فيها ايه؟ يعني الحصه المفروض يبقى فيها ايه؟ بتعملوا فيها ايه؟ يعني هو الطالب بينزل من فصله بيغير لبسه بيبدا يقف لمجموعات، بعد كده ببدا اقسمه مع الملاعب اللي عندي اذا كان هيلعب كره قدم او هيلعب سله، ده طبعا لو متواجد عندي. لو مش متواجد يبقى انا هلعبه كره القدم اسهل حاجه. مش في طبعا العاب فرديه زي العاب القوه طبعا، ببدا ان انا اقسم برده مجموعه كده ومجموعه كده وببدا برده اخليهم يعملوا مسابقات جري. طيب خليني اروح لدكتوره رنا، وخليني اقول لك لكل بقى السيدات او البنات اللي بيتفرجوا علينا، ايه النظام الغذائي اللي هم المفروض يمشوا عليه؟ اوكي السيدات بس ولا عامه كل افراد الاسره؟ كل افراد الاسره طبعا. أوكي. يعني بس احنا بنتكلم على ان احنا بما ان برنامج سيدات بس. أوكي. طبعا كل السيدات الرجال الشباب الاطفال كله يعني. اوكي هو احنا دلوقتي نعرف بس ايه اللي خلانا نوصل للمرحله دي. يعني انا مثلا في العياده انا بقيت بشوف اطفال يعني مش شباب او مش كبار، علشان مثلا جايين ان عندهم فقرات في ظهرهم او عندهم خشونه مفاصل او التهاب في العظم، لا ده بقى في عندي كمان اطفال. وطبعا طلع من موضوع الاطفال ده طلع طبعا التنمر، لان بدا في المدارس بقى يقولوا لها يا بنتي يا تخينه انت على طول بتاكلي الكلام ده. اللي وصلنا لكده ده نتيجة ان بقت معظم الاسر او العائلات بقى الجدول اليومي بتاعها بقى مشغول، فبدأت تلتجئ للوجبات السريعة الجاهزة اللي غالبا بتبقى غير صحية بالمرة. طيب ف
ده بقى انعكس طبعا بالتأثير السلبي على الطفل اللي هو شوية وهيبقى في مرحلة البلوغ، فطبعا السمنة وهو طفل هتأثر عليه في مرحلة البلوغ، هتوصل بيه بعد كده لما يكبر لأمراض مزمنة على عكس التغذية الصحية، ودي هتخليه يعني هضمن بيها مستوى استقرار ثابت من الطاقة، هضمن بيها تحسين الذاكرة، تحسين الوزن الشكل العام، في نفس الوقت هحميه من هو أمراض القلق والاكتئاب، لأن معظم أمراض الاكتئاب بتبقى نتيجة برضو عن زيادة الوزن بالضبط كده. ففي عندي شوية حاجات كده لازم أي حد يبقى أو أي أسرة سريعا بقى نقول. أوكي، أول حاجة إحنا هنقول إن لازم يبقى في عندي وجبات منتظمة في المواعيد، علشان محدش من أفراد العيلة يبدأ يلتجئ للوجبات الخفيفة أو السناكس اللي غالبا بتبقى غير صحية. أي أسرة لازم تبقى موفرة الأكل الصحي، لأن طبعا اللي موجود بياكل، يعني الأشخاص أو الأفراد اللي موجودة الأكل اللي موجود هيروحوا ياكلوه، فلازم ربة المنزل أو ست البيت لازم تبقى موفرة الأكل الصحي زي الفاكهة، الخضار، الألبان أو منتجات الألبان، الحاجات والجبن يعني عموما بشكل عام، خالي الدسم، والحد طبعا من الحلويات والمشروبات الغازية. طيب أخيرا أستاذ محمد، يعني شايف إيه أو السيناريو اللي حضرتك حطه يعني مادة التربية الرياضية إنها ترجع تاني أو تبقى هي من المواد الأساسية زي مطالب وشدت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هي أول حاجة المفروض إن المدرس بيكون عنده قابلية أو استعداد إن هو يدي للطالب. الطالب لو حب مدرس التربية الرياضية بياخده إن هو كمثل أعلى ليه. طبعا. تمام؟ بيبدأ معاه إن هو يعلمه جميع أنواع الرياضات، إحنا درسناها في الكلية كلها بأساسياتها بكل حاجة عنها. فالمفروض إن إحنا بندرب الطلبة على الكلام ده. انا حضرتك حاليا دلوقتي انا مدرب طالب عندي ملاكمه وخد اول جمهوريه مدارس السنه اللي فاتت. ما شاء الله. طبعا راح دلوقتي بيلعب في نادي. ابني نفس الكلام لما جه عندي في المدرسه، جه طلب مني قال لي انا عايز العب ملاكمه انا كمان. فكل طالب بيبص بيشوف اللي قدامه بيشوف المدرس بتاعه بيبقى عايز يوصل لحاجه معينه، قدوه يعني، بيبقى بالنسبه له قدوه على حسب بقى طبعا، ولان طبعا كمان المدرس هو اللي بيديله ان هو يعمل شخصيه لنفسه ويختار. لما اديله كذا حاجه هو هيطالب نفسه هيختار، هيبقى عنده شخصيه هيقدر يتعامل، لان كل ما يبقى الطالب عنده هي شخصيه. هي عموما فكره الرياضه بتبني طبعا شخصيه وبتبني جسم وبتبقى بتخلي البني ادم في صحه يعني جيده. ولما بيروح انديه او بيروح بيعمل لقاءات مع اي مدارس تانية بره بيبقى في ترابط اجتماعي. الترابط الاجتماعي ده برضه بيديله زياده في التعامل مع الناس، يقدر يتعامل ازاي. هو عموما احنا عايزين نعمل حلقه بجد كامله بقى عن الاهتمام بصحتنا وبصحه ولادنا. انا بشكركم والله بجد، نورتوني وشرفتوني. دكتور رنا شعبان اخصائي التغذيه العلاجيه، بشكرك يا دكتور. وكمان استاذ محمد نبيل مدرس تربيه رياضيه، بشكرك يا استاذ محمد. ميرسي جدا ليك. يعني عندنا كلام كتير جدا لكن كلامنا النهارده خلص. ان شاء الله بكره كلام جديد ويوم جديد، واحلى الكلام كلام البنات. باي باي.